بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، يقول الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين على لسان نبي من أنبيائه وهو نبي الله صالح الذي أرسله الله عز وجل إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل فردوا دعوته، فكان مما قال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. بعض آية من كتاب الله عز وجل فيها الحل الأكيد لكل مشاكلنا، بعض آية من كتاب الله عز وجل فيها زوال الهموم والأحزان، بعض آية من كتاب الله عز وجل سبب لكثرة الأرزاق والبركات والخيرات، بعض آية من كتاب الله عز وجل حماية من كيد الشيطان ووسوسته، بعض آية من كتاب الله عز وجل سبب لبياض القلب ونقائه، بعض آية من كتاب الله عز وجل فيها الكثير من الخيرات والبركات والثمرات. إنها عبادة الاستغفار، عبادة كادت أن تخفى وتزول عند كثير من الناس في هذه الأيام لاشتغالهم بالقيل والقال. ما تجلس مجلسا ولا تركب سيارة إلا وتسمع الناس يتكلمون، وهذا يرد على ذاك، وربما كان تطاول، وربما كان سباب وشتائم ولا عمل للناس في هذه الأيام ولكثير منهم سوى الكلام، وليتهم يتكلمون بما يقربهم من الله عز وجل، ليتهم يتكلمون بما يكون سببا لزوال الهموم والأحزان وانفراج الكربات والضائق والضائقة التي يعيشها الناس، ليتهم يتكلمون بكلام يسرهم إذا رأوه في صحائفهم. إننا اليوم على موعد مع عبادة عظيمة أرشدنا القرآن إليها وأرشدتنا السنة إليها وأمرنا بالإكثار منها، ألا وهي عبادة الاستغفار. الاستغفار إخواني سبب لرحمة العبد ووقاية العبد من الذنوب، بنص الآية التي ذكرتها: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار سبب لحماية العبد من مواقعة الذنب بحفظه وحمايته، ثم سبب لوقاية العبد من شر الذنب بتوفيقه للتوبة النصوح. الاستغفار سبب لزيادة البركات والخيرات وكثرة الأموال والأولاد،
قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما الثمرة التي تعود علينا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد، ويحيي الله به تعالى البلاد والعباد، وماذا أيضا؟ ويمددكم بأموال وبنين، أي كثرة في الأولاد والأموال، وهذا على المستوى الشخصي، على المستوى الفردي، ثم على مستوى المجتمع، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذه أعظم ملذات الدنيا، ماذا يريد الناس سوى ذلك؟ كل ذلك إنما يحصله العبد في إيمانه بالله، في كثرة الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن أزمة مصر وغيرها من البلاد ليست في قلة نقود وليست في قلة وقود فحسب، ولذلك أسباب كلكم يعرفها، ولكن هي أيضا أزمة عبادة، قلة دين عند كثير من الناس. لقد أظهرت هذه الثورة كثيرا من الناس على حقائقهم، فرأيت سوء الخلق، ورأيت سوء الكلام، وسوء الواقع الذي يحياه كثير من الناس. إنها أزمة عبادة، إنها قلة إيمان، إنها قلة استغفار إلى الله وإنابة. الاستغفار سبب للقوة في البدن في زمن انتشرت فيه الأمراض، وصار كل الناس يشكو، وهذا يأخذ صنفا بل عدة أصناف من الأدوية ولا يستطيع أن يتخلى عنها، ولا مانع من التداوي. ولكن أدلكم على دواء عظيم أرشد إليه القرآن، ألا وهو كثرة الاستغفار، سبب لترزق القوة في بدنك. قال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطر متتابع، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن هي قوة تزاد للعبد في بدنه، في قلبه، في حياته، بسبب إنابته، بسبب استغفاره. يبين ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهبت تشكو إليه من شدة تجدها من عمل البيت في بيت علي رضي الله عنه، فذهبت تطلب خادما يعينها في عمل البيت، فلم تجد رسول الله في بيته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أخبرته عائشة بطلب فاطمة رضي الله عنهما، فذهب إليها أبوها صلى الله عليه وسلم، وجلس على سريرها بين علي وبينها، ومد رجليه حتى وجد علي برد قدميه وأصابعه في صدره، برد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر علي، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ لو أنك حاولت أن تتفكر معي ما هذا الذي هو خير من الخادم وأفضل من الخادم، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ماذا يفعلان؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضجعكما، احفظ معي وركز معي أخي الحبيب، فسبح الله 33 قبل أن تنام، سبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، تسبيح 33، تحميد الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال: فذلك خير لكما من خادم، فذلك خير لكما من خادم. ولذا ذكر العلماء أن كثرة الذكر ومنه الاستغفار سبب لحصول القوة في البدن. حاول أن تداوم على هذه الأذكار اليسيرة وسترى الخير الكثير من الله عز وجل. الاستغفار إخواني سبب لمغفرة السيئات، ومن منا ليس له ذنب، من منا ليس له معصية، الله عز وجل الرحيم الغفار الغفور الغافر يدعو عباده المخطئين المذنبين، وكلنا كذلك للاستغفار، يدعوهم للتوبة. يقول الله في الحديث القدسي: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. تأمل معي في هذه العبارة: على ما كان منك، بما أتيت به من ذنوب، بما أتيت به من كبائر، بما أتيت به من مصائب ورزايا وبلايا،
يقبلنا الرحيم الرحمن سبحانه الغفور التواب سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ملء الأرض خطايا، تخيل معي إنسان ذنوبه تملأ الأرض وتصل إلى السحاب، ويأتي الله عز وجل موحدا يغفر الله له ما كان منه ولا يبالي سبحانه. ولكن هل من مستغفر، هل من مستغفر فيغفر الله عز وجل له؟ هل من تائب فيتوب الله عليه؟ لماذا ينشغل الشاب بالمعاصي فتكلمه عن الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل فيقول لك لا يغفر الله لي؟ وما أدراك، هل اطلعت على الغيب؟ هل أعلمك الله عز وجل بذلك؟ لماذا التألي على الله؟ ولماذا هذا الاعتداء؟ لماذا يجتهد في المعاصي ولا يجتهد في مقابلها في الطاعات؟ فلعل هذه تمحو تلك يوم القيامة، والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا. الاستغفار إخواني سبب لبياض القلب ونقائه، فإننا قد منحنا قلوبا بيضاء نقية، قلوبا موحدة، قلوبا على الفطرة، ثم في رحلة الحياة لوثتها الذنوب والمعاصي، في رحلة الحياة تسود هذه القلوب باقتراف المعاصي والسيئات، فما العلاج؟ وكيف تلقى الله عز وجل بقلب سليم؟ من أسباب ذلك كثرة الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. سلم يا رب. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعود نقيا مرة أخرى. انظر لثمرة الاستغفار، صقل قلبه. فإن زاد زادت، أي زاد السواد. وفي حديث آخر رواه مسلم: تصير القلوب على قلبين، يصير العبد الذي يكثر من السيئات ويتابع السيئات وليس في مقابلها استغفار ولا توبات، يصير القلب أسودا والعياذ بالله تعالى. وفي ذلك أثر الحسن في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، نعوذ بالله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معك العلاج، معك الاستغفار، كلنا أصحاب ذنوب، وأنتم تعلمون كيف حال البلاد وكيف كثرت المعاصي وانتشرت في الشاشات، ترى المعاصي في الجرائد والمجلات، في الشوارع تنظر لأعلى تنظر لأسفل، عن يمينك عن شمالك ترى المعاصي. فليس لنا علاج سوى التوبة وكثرة الاستغفار والعودة إلى الله عز وجل دوما. الاستغفار سبب كي تسرك الصحيفة يوم القيامة: أعلمت أخي، أعلمت أخي أن لكل منا صحيفة تملأ الآن؟ أعلمت أخي أن جلوسك الآن في المسجد يسجل في هذه الصحيفة؟ أعلمت أخي أن اهتمامك بالإسلام واعتناءك به وبذلك له يسجل في الصحيفة؟ والذين باعوا القضية أيضا فلا يدعون إلى الله عز وجل ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يسجل ذلك في الصحيفة؟ أناس ينظرون لصحائفهم يوم القيامة فتسرهم، وآخرون ينظرون للصحيفة يوم القيامة فتسوؤهم. ما السبب؟ من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة ماذا يفعل؟ فليجلس أمام الشاشات، فليتابع الأفلام والمسلسلات، فليكثر من الغيبة والنميمة التي أصبحت مجالس الناس تعج بها. لا والله، من أحب، اسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة ماذا يفعل يا رسول الله؟ فليكثر فيها ما قال من الصدقات حتى لا تتعلل تقول من أين، ما قال من الصلوات حتى لا تتعلل بالمرض، ما قال من حج وعمرة، وإنما قال شيئا يسيرا تستطيعه في كل حين. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، فليكثر فيها من الاستغفار. نريد أن تكون الصحيفة سطر عمل، سطر استغفار، سطر عمل، وهكذا أكثر من الاستغفار. وفي الأثر
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى له، طوبى لهذا العبد الذي أكثر من الاستغفار، يرى الصحيفة يوم القيامة فتسره. ماذا يمنعني وأنا أعمل أن أستغفر؟ ماذا يمنعني وأنا أذهب للجامعة أو المدرسة أن أستغفر؟ ماذا يمنعني حتى وأنا على فراشي أن أقول أستغفر الله؟ كثرة الاستغفار سبب لكل ما ذكرت ولما سيأتي، ولكي تسرك الصحيفة يوم القيامة. الاستغفار سبب لرفعة الدرجات في الجنة، وأنت تعلم أن الدرجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. تحب أن ترفع درجتك في الجنة، أكثر من الاستغفار، بل حتى بعد الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول أن هذا يا رب، ما السبب؟ فيقال، اسمع، فيقال باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووفق الأحياء منهم لما تحب وترضى. انظر لهذا الولد البار الصالح، أثره يصل إلى أبيه بعد موته، ترفع للعبد الدرجة بعد موته، فيقول ربي أن هذا، ما السبب؟ فيقال باستغفار ولدك لك. ولدك الذي ربما يتركه بعضنا في الشارع يتعلم السب والشتم وسوء الأدب، ولده الذي ربما لا يحفظه شيئا من القرآن، ولده الذي يهمله ولا يعتني به، هذا الولد لا ينفع الرجل بعد أن يموت. أما الذي ينفعك بعد موتك فهو الولد الصالح، وولد ماذا؟ وولد صالح يدعو له. إذن حرصك على صلاح ولدك امتداد لعمرك، حرصك على صلاح ولدك امتداد لعمرك. ونحن مقبلون على الأجازة الصيفية، ماذا ستفعل مع أولادك فيها؟ ائتِ بهم إلى المساجد، ائتِ بهم إلى بيوت الله ليتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لنرحم أولادنا من الشاشات والقنوات، والله لنسألن عنهم يوم القيامة. تأتي إلى المسجد لخطبة الجمعة فلا تجد إلا الرجال، أين الأولاد؟ ترك الأولاد في المنازل، بعضهم نائم وبعضهم أمام الكرتون وبعضهم يلعب في الشارع، وقد كلفوا بالصلاة، بلغوا سن الأمر بالصلاة. ماذا ستقول لله يوم القيامة إذا سألك عنهم؟ أين أولادنا؟ أين أولادنا الذين هم أمانة سنحاسب عليهم؟ وهل يرجى من هؤلاء نفع إذا لم نحرص نحن على نفعهم في حال الحياة؟ الاستغفار سبب لدخول الجنات أيضا. الاستغفار سبب للقرب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب التوابين أي كثير التوبة، ويحب المستغفرين. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج ناجع لمن وقع في ذنب أو وقع معصية، فمن أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين، توضأ وأحسن الوضوء، تطهر فأحسن الطهور، ثم صلى ركعتين، ثم استغفر الله، ثم تاب إلى الله عز وجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه، كما في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فما بالنا لا نستغفر؟ ما بالنا لا نكثر من الاستغفار؟ الاستغفار سبب لزحزحة العبد، وهذه والله مهمة، انتبهوا لها إخواني. الاستغفار سبب لزحزحة العبد عن النار، الاستغفار سبب لزحزحة العبد عن النار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، جسمك ركب على 360 مفصل، وهذه أخبر بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم قبل الاكتشافات العلمية الحديثة. إعجاز من إعجازات النبوة أن أخبر أن في جسم الإنسان 360 مفصل، خلق الإنسان على 60 و300 مفصل. فمن حمد الله، فمن كبر الله وحمد الله وسبح الله وهلل الله، يعني لا إله إلا الله، واستغفر الله، عد معي، فمن كبر الله وحمد الله
وسبح الله واستغفر الله وهلل الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، هذه ما ثوابها؟ فقد أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. هل فعلناها اليوم؟ هل سبحت بعد صلاة الفجر 100 مرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استغفرت بعد الفجر 100 مرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حمدت 100 مرة؟ من السنة الصحيحة الثابتة أن تسبح في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة سبحان الله، وأن تحمد الله في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة، وأن تكبر الله في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة، وأن تهلل يعني لا إله إلا الله وحده الحديث في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة. من يفعل هذه الخصال مع عزل الشوك والأذى عن طريق المسلمين ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزحزحه الله عز وجل عن النار. نريد هذه، نريد أن لا يمر يوم إلا وقد زحزحنا عن النار، حتى إذا أتى العبد ربه يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب. ماذا يمنعنا؟ هل كلامنا في السياسة وكثرة القيل والقال شغلنا عن الاستغفار؟ إي والله، لا تجلس مجلسا إلا وتسمع هذا الكلام. وهل نحن بهذا الكلام سنغير الأحوال؟ هل سأنتخب أنا وأنت رئيسا فيدير البلاد ويصلح حال العباد؟ لا مانع من الأخذ بالوسائل المشروعة للإصلاح، ولا مانع من تنمية الاقتصاد، ولا مانع من كل ذلك، وكل شيء حلال، ولكن العباد أنفسهم، الشعب نفسه يحتاج لصلة قوية بالله، يحتاج لإنابة حتى يرحمه الله سبحانه. إن الله عز وجل قد يضيق على بعض عباده ليتوبوا إليه ويعودوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا فعلوا؟ غنوا ورقصوا واغتابوا ونموا؟ كلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أين التضرع إخواني؟ أين البكاء واللجوء إلى الله سبحانه؟ أين كثرة الذكر وكثرة الاستغفار؟ إنه من أعظم أسباب إصلاح الأحوال وكثرة الأموال والخيرات والبركات الاستغفار. وبها أختم خطبتي الأولى، سبب للنجاة من كيد الشيطان وإغوائه. فإبليس لعنه الله لعنا كبيرا يقول: وعزتك يا رب، يقسم وعزتك يا رب، لا أزال أغوي عبادك ما زالت أرواحهم في أجسادهم. مش هيسيبك طول ما أنت حي، وراك عايز يدخلك النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من شره وكيده ومكره. لا أزال أغوي عبادك ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فماذا قال الله أرحم الراحمين؟ قال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فمن يكثر الاستغفار؟ كلنا مقصرون، كلنا أصحاب ذنوب، ولكن لما تحرم نفسك من الاستغفار؟ لما لا تكثر التوبة إلى الله يوما بعد يوم؟ فإذا جئت يوم القيامة ورأيت هذه الصحيفة سرتك صحيفتك يوم القيامة، توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أما وقد بان لنا خطر الاستغفار وقدر هذه العبادة العظيمة، فإن السؤال المطروح الآن: متى أستغفر؟ وما مواطن الاستغفار؟ وبداية أحبتي أقول إن الاستغفار عبادة مطلوبة في كل وقت وحين، على كل حال، قياما وقعودا وعلى الجنب، لكن الشرع استحب بعض المواطن وبعض المواضع أن يكثر فيها العبد من استغفار ربه سبحانه، وها أنا أسردها بين يدي حضراتكم لعلنا ننتبه لها ونبدأ إن شاء الله تائبين مستغفرين، فلعل الله عز وجل يصلح أحوالنا. الاستغفار مطلوب في كل موطن وكل حال، ولكنه في بعض المواضع. أولها إذا دخلت المسجد فإنك تقول:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت أيضا من المسجد فإنك تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخلت المسجد فأردت دخول الخلاء سميت الله واستعذت، ثم بعد أن تخرج تقول غفرانك، استغفار أيضا. وإذا أردت الوضوء لتصلي فإن أبا موسى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال وانتبه لأن بعض هذه الأدعية ربما لا نحفظها ولم نسمع بها من قبل وكلنا كذلك، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. ذكر العلماء أن هذا الدعاء يقال عند الوضوء أو على الوضوء، والحديث حسن، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، فعند الوضوء استغفار. وإذا انتهيت من الوضوء أيضا هناك استغفار، فما من عبد يتوضأ ثم يقول، وهذا الدعاء غير ما نحفظ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوب، هذا شيء آخر. الدعاء الذي أذكره دعاء آخر، إذا توضأت فقلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت لك في رق في شيئك الورقة، كتبت لك في رق وجعلت في كنز تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. والحديث ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، تقول بعد الوضوء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا أردت أن تدخل الصلاة تبدأها بالاستغفار، فمن السنة أن تستفتح الصلاة بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأثناء الصلاة استغفار، ففي الركوع استغفار وفي السجود استغفار، فلما نزل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر منها في الركوع والسجود. وبين السجدتين استغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة الأولى وجلس قال رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الاستغفار، فانتبه ولا تغفل عنه. وقبل أن تخرج من الصلاة استغفار، فهذا الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا علمني دعاء أدعو به في صلاتي، احفظ معي علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعيد، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، قبل السلام. وبعد السلام من الصلاة استغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة استغفر ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد الحج استغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وعند الخسوف والكسوف صلاة واستغفار، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واستغفروا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جلست مجلسا وكثر فيه لغطك كثرت فيه الأخطاء فقلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر لك ما كان في ذلك المجلس. ما أخبار مجالسنا بالله عليكم؟ كيف أحوال مجالسنا في هذه الأيام؟ لا أقول المجالس فحسب، بل العمال في المصانع والشركات، بل الركاب في القطارات والسيارات، الكل يتكلم في هذه الأيام،
الكل ولا مانع من الكلام، ولكن هل الكلام هو الحل؟ هل الكلام هو الحل أم كثرة العبادة وكثرة الاستغفار؟ كأني بالناس لو استبدلوا الكلام بالاستغفار لحلت بهم البركات والخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر إلى مجالسنا وكل مسطر علينا في صحائفنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته، صحيفة التي سنقرأها يوم القيامة ترى ماذا فيها، من أحب أن تسره صحيفته ماذا يفعل؟ يكثر فيها من الغيبة، يكثر فيها من النميمة، يكثر حتى فيها من الكلام. هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال فليكثر فيها من الكلام؟ هل قال فليكثر فيها من الحديث عن السياسة والأحوال وغير ذلك؟ لا والله، من أحب أن تسره صحيفته، إذا أخذتها يوم القيامة فنظرت فيها سررت يوم القيامة، ما السبب؟ قال فليكثر فيها من الاستغفار. نريد أن تكون الصحيفة سطر كلام وسطر استغفار، سطر كلام نريد أكثر من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا عد له الصحابة 70 مرة استغفارا. بالله عليك لو جلس أحدنا في كل مجلس واستغفر 70 مرة كم سيتكلم؟ هل سيوجد وقت للكلام لو استغفر 70 مرة في كل مجلس، بل 100 مرة كما في الروايات الأخرى؟ نريد أن نتغير، فإن هذا التغير هو الذي يغير الله عز وجل به الأحوال. من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه. وعند الذنب استغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أذنب ذنبا ثم توضأ وأحسن الوضوء، وقد سبق الحديث، وصلى 2 ركعة غفر له، غفر له ما كان منه من الذنب. وسبق أيضا الحديث القدسي في قول الله تعالى: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن فداؤنا، داؤنا ومرضنا الذنوب، ودواؤنا في الاستغفار والتوبة وكثرة العودة إلى الله عز وجل. ولو تكرر الذنب لا تيأس، كلنا أصحاب ذنوب. والاستغفار أيضا عند السكرات، عند لحظة خروج الروح استغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو في اللحظات الأخيرة من عمره المبارك وهو يقول: واحفظ معي، لأن هذا الدعاء لا يحفظه كثير من الناس. عند نزول الموت بالعبد ماذا يقول؟ يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وإذا خرجت الروح ومات العبد استغفار أيضا، كما دخل صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره لأن الروح قد خرجت، فأغمض بصره وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث، فاستغفر له. فإذا دخلت على ميت فاستغفر له: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. وإذا صلينا على الميت فهناك استغفار: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وإذا قبرنا الميت ووقفنا على قبره فعندنا أيضا استغفار: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وإذا دفن العبد ومرت عليه الشهور والسنون والأعوام والدهور، فإن ولده الصالح كلما استغفر له رفعه الله عز وجل في درجات الجنة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة. تأمل معي، إن العبد لترفع له الدرجة في الجنة فيقول: ربي بما ذاك، بما هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، باستغفار ولدك لك. الولد الصالح كنز لا يقدر بثمن، ولا صلاح لأولادنا إلا في المساجد، وخاصة وقد أقبل الصيف والشوارع تستوعب أعدادا كثيرة من أطفال المسلمين، ووالله سنحاسب عليهم يوم القيامة.
لا حل لأولادنا ولا نجاة إلا بإيوائهم إلى بيوت الله ليحفظوا كتاب الله ويتعلموا دين الله ويتأدبوا بأدب الإسلام، وإلا ماذا ستقول لربك إذا سألك عن هذه الأوقات التي تضيع هدرا على كثير من البنين والبنات؟ الاستغفار من الولد الصالح سبب ليرفع العبد في درجات الجنة، الاستغفار أيضا سبب لكثرة الحسنات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. في أقل من دقيقة تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب لك ما يزيد على المليار حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار سبب لمحو السيئات والخطيئات، وقد سبق ذلك معنا. الاستغفار أيضا إخواني يصاحب العبد إذا أراد النوم. إذا أردت أن تنام تستغفر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد النوم قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم أعيد لنحفظ: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. وإذا تقلب العبد في فراشه استغفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تقلب في فراشه، من تعار من الليل أي تقلب واستيقظ فقال سبحان الله، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه نحفظها، أضف إليها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قالها ولا حول ولا قوة إلا بالله فقط، من قالها، من قال هذه ثم استغفر غفر له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فرصة عظيمة والله، إذا استيقظت من الليل قل هذه الكلمات ثم قم وصلي ركعتين تكتب صلاتك في الصلاة المتقبلة. وكذا عندما إذا تقلب العبد في فراشه يستغفر، وكذا إذا قام العبد من نومه دعا الله عز وجل فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنت تلحظ أخي الحبيب أن الاستغفار والذكر والدعاء يصاحب العبد في جميع أحواله وعلى كل أوضاعه وأحيانه. إن العبد منا ضعيف، وإن لك في الكون شيطان رجيم لعين عدو يريد إهلاكك والعياذ بالله تعالى، فمن اعتصم بجناب الله عز وجل وأكثر من ذكره واستغفاره صباح مساء كسيد الاستغفار وعند النوم، وإذا أراد أن يصلي بالليل، وإذا أراد أيضا أن يدخل المسجد ويخرج من المسجد إلى غير ذلك كما ذكرت لحضراتكم أحبتي، إذا كان العبد دوما في كنف الذكر كان في حماية الله عز وجل. وإذا تولى العبد عن الذكر فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه إذا أصيب بمس أو لبس أو مرض أو سحر، لأنك أنت الذي توليت ولأنك أنت الذي أعرضت. أحبتي في الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نريد أحبتي من هذه الخطبة ومن هذا اللقاء أن نتحول بين أولادنا وبين أهلنا وزوجاتنا وإخواننا وأصحابنا وأصدقائنا، أن نصبح كثيري الاستغفار، كثيري ذكر الله عز وجل. ولا مانع من الأخذ بأسباب إصلاح الواقع، لكن من أعظم أسباب صلاح الواقع حسن الصلة بالله عز وجل، كثرة التعبد، كثرة الطاعة، كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار سبب للرحمة. صدق الله إذ يقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات.
اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم أصلح أحوال مصر، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.